تعالوا بقى نرجع للمنغصات اللي ساعات بتطاردنا غصب عننا. رجعتنا تاني ملهاش حل بقى، ملهاش حل. فكنا دقيقة. هقول لك على حاجة حلوة، تعالي النهاردة نخلي آخر يوم نتكلم فيه عن ماتش امبارح، ونبتدي بعد كده نتكلم بشكل تحفيزي أكتر عن ماتش يوم الأربعاء. لكن بطبيعة الحال عشان يبقى فيه دروس مستفادة لازم نرجع للأصل، للي حصل. كلنا تابعنا طبعا ماتش امبارح، مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري السوبر الافريقي امام سان داونز على ملعبه ووسط جماهيره. طبعا دي المباراة اللي انتهت بخسارتنا بهدف دون رد تم تسجيله في بداية شوط المباراة الثاني. تعالوا نتكلم بكل وضوح، يعني زي ما كنت بتكلم من شويه مع نهاوند، بقول لها ان احنا من زاويه معينه لرؤيه الامور لا نقدر نقول ان احنا خرجنا باقل الخسائر. وخليني اقول ده عشان احنا النهارده تاني هنرجع وناكد، هنبتدي ابتداء من النهارده ان شاء الله نتكلم بشكل تحفيزي اكبر عن ماتش العوده اللي هيكون كمان 48 ساعه في استاد القاهره يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. طبعا الشوط الاول احنا لعبنا بحذر دفاعي يراه البعض مبالغ فيه حبتين، لان كولر كان حابب ان هو يحافظ على نظافه شباكه ويخرج بنتيجه الشوط الاول يعني لبر الامان بقدر المستطاع، وحاول على قد ما يقدر ان هو يعتمد على كرات مرتده. وكان عندنا فرصه واثنين في الشوط الاول، يعني منها تسديده محمد مجدي قفشه، وبرده يعني في حاجات كتير ممكن تتقال. وبالمناسبه كولر شخصيا كان ليه قول عقب انتهاء المباراه في المؤتمر الصحفي، تعالوا ناخد فكره كده مبدئيه عن جانب من تصريحاته ونرجع نكمل.